Hello everyone, this is Chef with you all the, way from Norway. In the following series, will اليوم حنعمل بديل الأرز. نوضع رأس صغير قرنبيط. ممكن نعمل المقلوبة أو الكبسة أو الأرز. عملوها بالطريقة اللي أنتم متعودين تعملوها بالتوابل اللي أنتم متعودين تعملوها. ولكن أنا حعملها طريقتي هيك بعد ما طحناها احنا على الماكينة هان عندنا فطر وهان عندنا جزر مبشور وهان عندنا بصل وهان عندنا فلفل اخضر وهان عندنا سوم مهروس الكمية اللي انتو بدكو اياها وهان عندنا كمون نص معلقة صغيرة وهان عندنا كزبرة ناعمة معلقة صغيرة وهان عندنا فلفل اسمر ربع معلقة صغيرة وهان عندنا مرق الماجي اثنين مكعب هو بديل عن الملح وهنا عندنا كركم معلقة صغيرة الكمية والنوع التوابل انتو بتحددوها والخضار نفس الشيء بنوضع قليل من الزيت نوضع البصل نوضع الجزر نوضع الفطر نوضع الفلفل الأخضر نوضعها على النار نخليها تدبل قليل بعدين نوضع القرنبيط نوضع الثوم المهروس من شان ما وضعناه بالأول من شان ما ينحرق الثوم نوضع بقية التوابل طبعا مثل ما حكينا التوابل والخضار انتوا بتحدوا نوع التوابل او نوع الخضار ممكن تجيبوها جاهزة التوابل يعني بالضبط تعملوا معك كأنه بتعملوا رز عادي نوضع نص كوب ماء وبنحرك قليل هيك المكونات حتى تنسجم مع بعضها ونغلق الوعاء وننتظر خمس دقائق على حرارة هادية هيك نعمل الفراخ على السريع نوضع على أربعة لتر ماء كوب ملح نوضع الفراخ بالماء لمدة ساعة وهيك بعد ساعة نوضع التوابل اللي احنا متعودين عليها أي نوع توابل أنتو تحبوا توضعوا توابل للفراغ بنعمل ثقب من الجنب وبنربط الورك هذه المنطقة قوية ومناسبة نربط الورك فيها هيك أصبح جاهز نضعه بالفرن نضع ماء ساخن من ما تروح لرطوبة نضعه بالفرن على حرارة متين درجة مئوية تقريبا أخذ ساعة ساعة وربع حسب نوع الفرن مثل ما انتم شايفين كتير هو مثل الماندي دايب دوب مثل ما انتم شايفين كتير هو ريقة روعة هيك أصبح بعد خمس دقائق جاهز طبعا على الحرارة تكون هادية الحرارة جدا يعني بعد ما نقلق الوعاء تقريبا على أوطى شي بنخليه وهيك احنا بنسكب يعني تعاملوا معاه مثل ما بتعاملوا مع الارز كيف تعمل الارز في البيت تعاملوا معاه نفس الشيء وحطوا التوابل اللي انتم بدكم اياها وحطوا الخضار بدكم اياها اعملوا مقلوبه اعملوا كبسه اعملوا شو ما بدكم تعاملوا معاه على اساس انه رز نوضع البصل او مكسرات صحة ألف عافية في أمان الله تزرونا بوصة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم إذا عجبكم الفيديو